ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك بسم الله.